الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف ويؤكد أن الدولة تمضي في طريق التنمية بالبناء والإنتاج. مدبولي يؤكد أن الحكومة تستهدف دعوة 21 جهة محلية ودولية للمؤتمر الاقتصادي بمشاركة الخبراء بكل التوجهات والأحزاب السياسية. بوتين يصدر مرسوما يستحوذ بموجبه على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أوضح الرئيس السيسي أن الاحتفال مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالة النبي السمحة ومواجهة التحديات والصعاب بعمل دؤوب. لقد تعلمنا من ذي الخلق العظيم في سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقية وتطبيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم، وإن من أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته صلى الله عليه وسلم هي مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب لا ينقطع، بكفاح مستمر بلا كلل أو ملل، حتى نستنفذ جميع الأسباب والفرص المتاحة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمضي في طريق التنمية والبناء بمرحلة قوامها البناء والإنتاج. وأوضح الرئيس السيسي أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان والعمل المنظم المتواصل المبني على الأخذ بأسباب الحياة هو المنهج الرشيد الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وتعليمه لأمته. ولا يخفى عليكم أننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، ودعماً لجهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات على امتداد رقعة الوطن. وأؤكد لكم أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها لهو المنهج الرشيد الذي حرص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم. وفي كلمته شدد الرئيس السيسي على ضرورة الانتباه لخطورة بث الشائعات، وأكد الرئيس السيسي أن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه. يتعين علينا أن ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات، فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعين إلى الاضطراب والفوضى. ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد.
وخلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من العلماء والمتميزين والمجتهدين، كما كرم الرئيس السيسي عددا من الرموز والعلماء المتميزين من غير المصريين الذين أثروا بجهودهم في نشر سماحة الإسلام الوسطي. ومن جانبه وجه رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق الدكتور أحمد عمر هاشم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد عمر هاشم أن الرئيس السيسي قدم لمصر منذ توليه الرئاسة إنجازات لم تحدث من قبل، وأن الدولة تضع العلماء في مكانة غير مسبوقة. نتوجه بالشكر إلى قائد مسيرتنا ورئيس جمهوريتنا الذي قدم لمصر في هذه الفترة إنجازات لم تحدث من قبل، فرعاه الله وزاده توفيقا على توفيق، ونحن سعداء ونحن نجتمع به وبكم في هذا اليوم المشهود احتفاء بذكرى صاحب المقام المحمود والحوض المورود وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من الله به علينا، من الله به فكانت نعمته فاقت سائر النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وبين ذلك أنه قبل خلق آدم وقبل خلق الخلق يقول كنت نبياً وما كنت خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته. وبعد أن وجد الرسل أخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وبين رفعة مكانته وقال ورفعنا لك ذكرك، ونزل جبريل وقال أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال الله أعلم، قال ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وجاء في نص البرقية أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معاني الوفاء والاقتضاء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التي تستقيها من سيرة النبي والسير على هداه والتعبد دون غلو أو تطرف. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما بعث رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة. قدم البابا تودروس الثاني التهنئة للرئيس السيسي ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. كما أشاد البابا تودروس بموقف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، وبتقديمه التحية لعدد من أبطال حرب أكتوبر الذين حكوا عن أعمالهم وعن بطولاتهم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص الدولة خلال إقامة المؤتمر الاقتصادي على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد المؤتمر من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي، أوضح مدبولي أن المشاركين في هذا المؤتمر الوزارات والجهات المعنية والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية، لافتا إلى أن هناك 21 جهة محلية ودولية مستهدف دعوتها في المؤتمر الاقتصادي. إن الدولة المصرية والحكومة حريصة من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإن يبقى في حوار بناء مع كل الخبراء وأطياف المجتمع للتوافق على هذه التحديات
ووضع خارطة طريق للتحرك في الفترة على طول اللي بعد هذا المؤتمر. المشاركين معانا في هذا المؤتمر هو طبعا الوزارات والجهات المعنية، ولكن طبعا المفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات، وأيضا الأحزاب السياسية معانا. عشان كده احنا حددنا 21 جهة محلية ودولية هتبقى بنستهدف دعوتها في هذا المؤتمر. وخلال المؤتمر الصحفي أعرب بدبولي عن أمله أن يحقق المؤتمر الاقتصادي الأهداف المرجوة منه لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية بالدولة. يمكن من شهر مايو وقلنا أن احنا عايزين على مدار الثلاث سنوات القادمة يبقى نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية يتجاوز 60%. فده هدف احنا كلنا بنشتغل عليه. هنا يعني الربط مع المؤتمر كيف نحقق ذلك، ويبقى في توافق مع القطاع الخاص نفسه هو اللي يقول لنا عشان نحقق كلنا وما نصبوا إليه في هذا الموضوع من تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات كلها. طب نتحرك ازاي؟ ايه هي التحديات اللي هو شايفها، وايه الرؤى عشان نتجاوز هذه التحديات، وايه الخطوات اللي هو شايف من وجهة نظره الحكومة لازم تاخدها عشان نحقق هذا الهدف. اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اطلاق موقع الكتروني للمؤتمر الاقتصادي ومنصة على التليفون المحمول اعتبارا من غد الخميس. واشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي ان الموقع يستهدف فتح الفرصة لكافة المعنيين والخبراء والشباب غير المشاركين بالمؤتمر للمشاركة بآرائهم في المؤتمر، موضحا ان المشاركين بالمؤتمر سيكونوا من 400 الى 500 مشارك. طب احنا بنتكلم على عدد مشاركين هيبقى في حدود ما بين 400 و500. ممكن عدد كبير من الشباب والخبراء اللي ممكن ما يبقوش موجودين معانا يقولوا طب احنا كمان عندنا افكار وعايزين نتيح ونعرض افكارنا. فعشان كده الحقيقة هنطلق اعتبارا من الغد موقع الكتروني للمؤتمر، بحيث نفتح فيه الفرصة لكل المعنيين وكل الخبراء وحتى الشباب ان هم يشاركوا بارائهم وشايفين رؤيتهم ايه، وهم من وجهة نظرهم ان الدولة عايزة المفروض تركز، ولو في افكار ممكن بيبقى احيانا كثيرة جدا ممكن تبقى في افكار غير تقليدية او برا الصندوق بيطرحها شبابنا، فيبقى في فرصة طبعا غير اللي هيبقوا مشاركين معنا في المؤتمر يبقى ايضا لو حد مش مشارك بنفسه جو او يعني زي ما بنقول بطريقة هو حاضر يبقى يقدر هو كمان يعبر عن رأيه من خلال هذا الموقع. ويمكن حاليا هنعمل كمان منصة لهذا الموضوع او تطبيق على الموبايل نفسه على الهاتف المحمول، غير الموقع يعني ان هو يقدر يدخل عليه من الكمبيوتر، لا كمان هيبقى التطبيق على الهاتف المحمول وهيبقى برضو بيطلق مع بكرة إن شاء الله. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات التي يتم العمل عليها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي. وفي هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي من مصادره المختلفة وفق عدد من المقترحات تتم دراستها. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الأسواق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أشار مدبولي إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله،
وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، مشددا على أن الدولة تنفذ حاليا بتوجيهات من الرئيس السيسي حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين. ومن ناحية أخرى تطرق مدبولي إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكدا ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام. كما أكد مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر، وذلك في سبيلها للجمهورية الجديدة التي تتخطى التحديات وتتسلح بالعلم والعمل الجاد. وبهذه المناسبة استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا بشأن سير مراحل مسابقة شغل وظائف معلم مساعد رياض أطفال بوزارة التربية والتعليم. وأوضح التقرير أنه تم اختيار 11,990 متقدما في 27 محافظة، مشيرا إلى الإعلان عن مسابقة أخرى لاستكمال عدد الوظائف المطلوبة في 14 محافظة وفتح باب التقديم نهاية الأسبوع المقبل. نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ل 35 من الملحقين العسكريين والاقتصاديين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بمصر من الدول الشقيقة والصديقة. بدأت فعاليات زيارة باستعراض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشرح مفصل لإمكانيات الهيئة والمنطقة الاقتصادية التابعة لها والمخطط الزمني للمشروع والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة، فضلا عن إبراز الأهمية الجيوسياسية التي تتمتع بها المنطقة ودورها في حركة التجارة العالمية، حيث تحقق سهولة النفاذ للأسواق العالمية بما يجعلها واجهة متميزة للاستثمار. نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة بني سويف بكافة أجهزتها التنفيذية. وتضمن التدريب عرض تقارير لمديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كيلومترات، كذلك المرور على معسكر إيواء عاجل ومستشفى العزل الميداني للتأكد من صلاحيته الفنية ومدى جاهزيته. وفي إطار تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوتين تثقيفيتين بجامعتي كفر الشيخ وبني سويف. نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات ومرافقاتهم للمدارس في بداية العام الدراسي الجديد، وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ. من جانبهم عبر أبناء الشهداء ومصابو العمليات عن سعادتهم بتلك الزيارات، مؤكدين في بداية العام الدراسي الجديد أن بطولات أبائهم خير دفع لهم لاستكمال مسيرة حب الوطن. كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التي تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في جميع الأوقات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، وتمكنت الإدارة العامة للشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع السلع منتهية الصلاحية. في
في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 73 طن دقيق أبيض وأرز وسكر ومكرونة تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول، خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والغربية، ونجحت في ضبط قرابة 16 طن دقيق بلدي مدعم داخل شكائر بها نقص في الأوزان لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المتداول بحوزة مسؤول مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن والمخابز بالإسكندرية. ونجحت الإدارة في ضبط قرابة 92 طن مواد بناء بحوزة 5 من مالكي ومسؤولي مخازن لتجارة مواد البناء بالمنوفية والإسماعيلية، قاموا بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 55 طن أعلاف حيوانية إضافة إلى 7 أطنان أقماح محلية محظور تداولها بحوزة مالكي 3 محلات لتجارة الأعلاف بالمنوفية بهدف حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول، وضبط أكثر من 45 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها. قام اثنان من مالكي مخازن لتجارة الأسمدة الزراعية بسوهاج والمنوفية بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء. وعلى صعيد ضبط سلع منتهية الصلاحية، نجحت الإدارة في ضبط قرابة 335 طن مخلل وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية وبني سويف، قبل أن يتمكن المسؤولون عن تلك المصانع من طرحها بالأسواق، وهو ما يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين. وتمكنت الإدارة من ضبط قرابة 130 طن زيت طعام ومستلزمات إنتاجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط قرابة 97 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الإدارة بالجيزة والمنوفية والإسماعيلية والشرقية. كما نجحت الإدارة في ضبط 98 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام وتمثل خطراً على الثروة الحيوانية بحوزة قائد سيارة بالفيوم وملك مصنع أعلاف حيوانية بالإسماعيلية. وتمكنت من ضبط 15 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام وذات أثر ضار على الثروة الزراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بقنا. وتمكنت من ضبط 26 طن مستلزمات إنتاج منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالإسماعيلية، وضبط قرابة 16 طن بلاستيك مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن لتجارة المنتجات البلاستيكية بدون ترخيص بالشرقية. كما تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 480 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 128 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 31 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 70 طنا. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 27 طن أسمنت، كما تم ضبط 712 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و64 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 105 أطنان. تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27، وللمزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس. كريم، دعنا في آخر مستجدات الأعمال الجارية بمدينة شرم الشيخ.
الأعمال هنا في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مستمرة على قدم وساق 24 ساعة مستمرة، لا يتوقف العمال عن العمل بتاتا في جميع المناحي داخل مدينة شرم الشيخ، سواء إما الخاص بتطوير الطرق وتوسعة الطرق وإعادة بناء الأرصفة مرة أخرى ودهانة الأرصفة مرة أخرى، وحتى أعمدة الإنارة، تجديد كامل لأعداد أعمدة الإنارة الخاصة بمدينة شرم الشيخ، واستخدام داخل هذه الأعمدة أدوات الإضاءة الصديقة للبيئة، وهي بالطبع يعني طرق الإضاءة الصديقة للبيئة، وهي بالطبع عن طريق الطاقة الشمسية. هذه نقطة خاصة بتوسعة الطرق وتسهيل الطرق للوصول إما لقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ التي سيقام فيها الفعاليات الرئيسية، وهي تسمى بالنسبة لمؤتمر المناخ أو فعاليات مؤتمر المناخ المنطقة الزرقاء التي سينعقد فيها الفعاليات الرئيسة والورش، ورش العمل التي ستتخطى 40 ورشة عمل داخل هذه الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ. هناك أيضا المنطقة الخضراء، وهي منطقة بجانب المنطقة الزرقاء. هذه المنطقة سيكون هناك خيام وأيضا فرص لعرض الأفكار المختلفة الخاصة بالتحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وأيضا فرصة لعرض الآراء من ذوي الخبرة، أيضا لعرض الأفكار الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية، وأيضا الجزء الخاص بتمويل المشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية. هناك توجه هذه المرة في كوب 27 ومؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية لدعم وتشجيع التمويلات الخاصة بالشركات والأفراد، وأيضا ريادة الأعمال وابتكار الأفكار الجديدة، وعن طريق التمويل الخاص لهذه الأفكار، التمويل الخاص للمشاريع الصديقة للبيئة، المشاريع التي من الممكن أن تقلل من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بشكل عام. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. نعم كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. شدد جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي على أنه سيتم أخذ تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللجوء إلى السلاح النووي على محمل الجد. كما أشار كيربي إلى أن بلاده لم تشهد أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي اتخذ قرار استخدام السلاح النووي في أوكرانيا. From any further military hostilities. We also encourage both governments to reestablish direct lines of communications across diplomatic and military channels and to recommit. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تستحوذ بموجبه روسيا على محطة زابوريجيا النووية. وكانت وكالة تاس الروسية قد ذكرت أن الرئيس الروسي وقع قانونا يقضي رسميا بضم 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا، ويتضمن المرسوم ضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخرسون وزابوريجيا في الاتحاد الروسي وفقا لدستور الاتحاد الروسي، وكذلك تثبيت تعيين قادة المناطق الأربعة على رأس تلك المناطق. ومن جانب آخر أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احترامه الكبير للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحرير أراض جديدة أصبح ممكنا بفضل الجيش الروسي. تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين المقبل اجتماعا طارئا بشأن الوضع في أوكرانيا، وستنظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال هذه الجلسة في قرار قيد الإعداد يتعلق بضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا بعد استخدام روسيا لحق النقد خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة.
بعد قيام روسيا بضم 4 مناطق أوكرانية، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة اجتماعاً طارئاً بشأن الوضع في أوكرانيا. الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة ستنتظر خلال هذه الجلسة دون تحديد موعد نهائي قراراً قيد الإعداد يتعلق بالضم بعد استخدام روسيا لحق الفيتو خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن هذه المسألة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عقب تصويت لمجلس الاتحاد الروسي لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا في الوقت الذي تسعى فيه موسكو رسمياً إلى ضم الأراضي التي سيطرت عليها من كييف خلال الأزمة المستمرة منذ 7 أشهر. فقد صادق مجلس الاتحاد بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخرسون وزابوروجيا الأوكرانية عشية تصويت مماثل في مجلس الدوما. وكانت روسيا قد أعلنت عمليات الضم بعد استفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها، في حين قوبل هذا الإجراء بالرفض من قبل الحكومات الغربية وكييف قائلين إن التصويت ينتهك القانون الدولي. أكد مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن أوكرانيا تصدت للهجمات الروسية. وأشار بوريل إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا دخلت مرحلة جديدة وخطيرة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تعتمد على معلومات استخباراتية جيدة وتطهر القوات الروسية في مناطق عدة. وما زالت نشرة التاسع مستمرة وتتابعون فيها. أوبك بلس تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، وبايدن يبدي خيبة أمله من هذا القرار. اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركائهم في إطار تحالف أوبك بلس في ختام اجتماعهم على خفض الإنتاج بواقع 2 مليوني برميل يوميا في نوفمبر. وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك بلس كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق، حيث يعد هذا الخفض هو الأكبر منذ ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020. وعلى الفور صعد خام القياسي العالمي مزيج برنت بنسبة 1.62% ليصل إلى 93.29 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.33% مسجلا 87.67 دولارا للبرميل. أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر بخيبة أمل من قرار أوبك بلس القصير النظر والقاضي بخفض إنتاج النفطي بشكل كبير. وجاء في البيان أن خفض الإنتاج سيضر بالدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار في وقت يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي للأزمة الأوكرانية. كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيأمر بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار. توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنمو أحجام التجارة الدولية بشكل ضعيف بنسبة 1% العام المقبل، وأرجعت المنظمة الدولية هذه التوقعات إلى تأثير الأزمات والتحديات بشكل كبير على الأسواق العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة والشكوك بشأن الناتج الصناعي الصيني وسط تفشي جائحة كورونا. وقالت المنظمة إن كمية البضائع المشحونة بين الدول من المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.5% هذا العام، ارتفاعا من نسبة 3% التي توقعتها منظمة التجارة العالمية في أول توقعاتها لهذا العام في إبريل الماضي.
كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم الدين العام الأمريكي وصل إلى مستوى قياسي متجاوزاً 31 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ. وفي منتصف ديسمبر الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون زيادة حد الدين الوطني بمقدار 2.5 تريليون دولار ليصل إلى 31.4 تريليون دولار. أكد الاتحاد الأوروبي أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فوق اليابان يعد عملا متهورا واستفزازا متعمدا في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي. وجاء في بيان للاتحاد أنه يجب على كوريا الشمالية أن تكف عن إطلاق الصواريخ وأن تمتنع عن إجراء التجارب النووية. وأكد البيان على وجوب انخراط بيونغ يانغ في الحوار المقترح مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي، مضيفا أنه من المهم الآن أن يستجيب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مناسب لهذا التهديد المتزايد للسلم والأمن الدوليين والإقليميين قبل أن تؤدي تصرفات كوريا الشمالية إلى زيادة التوتر العسكري في المنطقة. تبنى مجلس النواب الياباني قرارا يحتج فيه على الإطلاق الأخير للصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أنه تمت الموافقة على القرار بالإجماع، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى حلق فوق اليابان. وقال القرار إن عملية الإطلاق تشكل تهديداً وشيكاً وخطيراً لأمن اليابان ولا يمكن السكوت عنه، كما أدان القرار بشدة مثل هذه الأعمال داعياً بيونغ يانغ إلى وقف الأعمال الاستفزازية. أعلنت الكويت عن حكومة جديدة شملت تعيين حسين إسماعيل وزيرا للنفط خلفا لمحمد الفارس، وإعادة تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية. كما عينت الحكومة وزير دفاع جديد هو الشيخ عبد الله علي السالم الصباح. وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد أصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وإلى اليمن، حيث أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة حريصة على السلام في البلاد وتمديد الهدنة التي انتهت في 2 أكتوبر الجاري. وأكد بن مبارك أن الحكومة نفذت كل التزاماتها تجاه الهدنة رغم رفض قوات الحوثي فتح طرق تعز وعرقلة جهود السلام وحولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية. شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 14 لجنة لاختيار رئيس اللجنة ووكيليه وأمين سر اللجنة. وعقب انتهاء الأعضاء من التصويت أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضمن جلسات دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول. الجلسة العامة شهدت إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة لاختيار رئيس اللجنة ووكيليه وأمين سر اللجنة. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعلن نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس عقب انتهاء الأعضاء من
من التصويت. هذا وأشاد عدد من رؤساء ووكلاء اللجان المنتخبين بدور المجلس خلال دور الانعقاد الثاني وما أسفر عنه من قرارات عكست الدور المنوط به، بالإضافة إلى دعوة أعضاء اللجان لشرح خطط العمل خلال دور الانعقاد الحالي. بهني مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث، والحقيقة دور الانعقاد الثاني كان ليه أثار كبيرة كلنا لمسناها، يعني عدد من الاقتراحات برغبة يمكن اتحولت لقرارات رئاسية، وده كان بالضبط بيؤدي الدور المنوط به مجلس الشيوخ. احنا هنستكمل فتح الملفات اللي فتحناها السنين اللي فاتوا، سواء في الثقافة، سواء في الإعلام، سواء في السياحة، سواء في الآثار، وهنستكملها مع الجهاز التنفيذي. سندعم أي إنجاز يكون به الجهاز التنفيذي، وأكيد سنلفت نظرهم إلى أي كسور أو أي خلل من أجل أن تستفيد به مصر والشعب المصري. اللجنة الدينية بطبيعة الحال يعني ستدرس كل ما يحال إليها من موضوعات تستحق الدراسة، وفي الوقت نفسه هي تعمل دائما على خدمة المؤسسات الدينية، ويأتي على رأسها الأزهر الشريف بهيئاته المختلفة ووزارة الأوقاف وكذلك دار الإفتاء المصرية وكل ما يتعلق بدور العبادة. وفي ختام الجلسة رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل لاستكمال أعماله بعد تشكيل اللجان النوعية. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت 240 مليون جنيه خلال العام الدراسي الجديد. وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء عدد 22 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة أجنحة لمدارس قائمة. في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بمناسبة مرور 49 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، جاء افتتاح مدرستي الوحشي وأبو الرفاعي الابتدائيتين بمدينة الشيخ زويد بعد صيانتهما وتطويرهما. في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر، احنا بقالنا أسبوع كل يوم مخصص لمدينة، مركز مدينة بنعمل فيه افتتاحات للحاجات الرئيسية، وبتتميز طبعا مدينة الشيخ زويد بارتفاع نسبة الهدم اللي موجود فيها، وكان تحدي كبير لنا ان احنا بعد عودة المواطنين الى قراهم كان التحدي الكبير ان احنا في خلال 3 أو 4 شهور ازاي نعيد الخدمات اللي هي بتؤدى للمواطن بالترتيب أو بالتدرج. تشهد مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء أكبر عملية افتتاحات لمدارس جديدة ضمن المشروعات التعليمية التنموية التي تقوم بها المحافظة، بحجم استثمارات في قطاع التعليم بلغ 240 مليون جنيها خلال العام الدراسي الجديد. الدولة بتؤكد على اهتمامها بالعملية التعليمية وإعادة فتح وبناء وإنشاء وصيانة عدد كبير من المدارس زي ما حضرتك قلت، مبلغ يفوق 200 مليون وأكثر، وإحنا في كل يوم يا إما في افتتاح مدرسة أو في حضر أساس. إحنا النهاردة بنعيد افتتاح مدرستين بعد إعادة تأهيل. النهاردة إحنا في مدرسة أبو رفاعي اللي التعليم الأساسي دي تكلفتها زادت عن 1,450,000 جنيه تقريبا، وكذلك منذ قليل في مدرسة الوحشي للتعليم الأساسي ودي برضو في نفس الحدود. الافتتاحات شملت مسجد التوحيد في حي السلامي بمدينة الشيخ زويد بعد رفع كفاءته بتكلفة بلغت 300,000 جنيها على مساحة 150 متر مربع في إطار عودة المساجد لمكانتها الرئيسية ونشر الفكر المعتدل.
أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة المولد النبوي الشريف بتكلفة إجمالية بلغت نحو 215 مليون جنيه، حيث أعلن بيت الزكاة والصداقات المصري عن صرف 600 جنيه إضافية للمرتب الشهري ل 110 ألاف أسرة بتكلفة بلغت نحو 66 مليون جنيه. كما تم منح نصف شهر إضافي لعشرة آلاف أسرة، وقام التحالف بتوزيع 1300 طن لحوم على مليون أسرة، وتوزيع 37 ألف كرتونة غذائية، فضلا عن توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على 120 ألف أسرة من الأكثر استحقاقا، وذلك بمحافظات الجيزة ومحافظات الصعيد. نظمت جامعة جنوب الوادي يوم 3 أكتوبر الجاري بمحافظة قنا قافلة طبية مجانية. جاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمت القافلة 8 تخصصات طبية، كما قامت بصرف العلاج بالمجان وتنظيم ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان وطرق علاجه بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. ورغدة أبو ليلى، أهلا بك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وسحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري. وأوضح المركز الإعلامي أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال الشهر الجاري أو على استمرار الدعم التمويني، مؤكداً انتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم. كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر. أشار وزير البترول طارق الملا إلى أن هناك فرصا جيدة للوصول بإمدادات الغاز المصري لجنوب شرق أوروبا من خلال بلغاريا في ضوء تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان. وخلال لقائه وزير الطاقة البلغاري روسان هيرستوف بحث الملا أوجه وفرص تعاون بين البلدين في مجالات الغاز والطاقة. من جانبه أبدى الوزير البلغاري رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة في تلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز الطبيعي المسال في ظل العلاقات التاريخية المتميزة، والحرص على توسيع أطر التعاون خاصة في مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 16%. وأضاف البنك المركزي أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له. إلى سوق المال، حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد. وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.2 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9923 نقطة ليرتفع بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 10010 نقاط.
كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2229 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 61% بالمئة ليغلق عند مستوى 2215 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3167 نقطة ليتراجع بنسبة 35% بالمئة ليغلق عند مستوى 3156 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.60 جنيها للشراء و 19.70 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.40 19.52. الجنيه الإسترليني 22.19 22.32. الدرهم الإماراتي 5.34 5.37. أخيرا الريال السعودي 5.21 5.24. وعدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها، جاء ذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وواجهت سياستها انتقادات شديدة. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وصحر، إليكم. شكرا لك يا رغدة أبو ليلى. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب 25 بجروح في تفجير قنبلة داخل حرم وزارة الداخلية الأفغانية في كابول اليوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عبد النافع تكور إن الانفجار وقع في مسجد تابع للوزارة، موضحا أن التحقيق جار وسيتم الإعلان عن التفاصيل في نهاية هذا التحقيق. وأفاد مستشفى إمرجنسي في أفغانستان أن الجرحى قالوا لدى وصولهم إن الهجوم نفذه انتحاري. ويقع مجمع وزارة الداخلية في منطقة شديدة التحصين على مقربة من مطار كابول الدولي. في الهند لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر سقوط حافلة في واد ضيق شمالي البلاد. وأفادت مصادر أمنية أن الحافلة كانت تقل قرابة 50 شخصا في طريقهم إلى حفل زفاف عندما سقطت بهم في الوادي الضيق في منطقة باوري بولاية أوتارا خاند. وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة تمكنت من إنقاذ 21 شخصا. هذا وأعلن رئيس الوزراء الهندي تقديم كل المساعدة للمتضررين. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. وعودة مرة أخرى إلى رغدة أبو ليلى، إليك. شكرا لكم أدينا وصحر. والآن فمع الأخبار الرياضية. أهلا بكم من جديد. أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دوري 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري. وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتصعيد عدد من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول خلال مران اليوم. وأدى شيكابالا وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول برنامجا تدريبيا خاصا تحت إشراف أندري فيليب سوزا مدرب الأحمال. واصل الثنائي بيرسي تاو وعمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التأهيل على هامش المران الذي خاضه الفريق على ملعب التتش بالجزيرة. خاض الأهلي مرانا قويا استعدادا لمواجهة فريق الاتحاد المنصري التونسي الأحد المقبل في ذهاب دوري 32 بدوري أبطال إفريقيا. وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد. تابعت
تغلب فريق كرة اليد بنادي الأهلي أو بنادي الإفريقي التونسي على الزمالك بنتيجة 33-31 في رابع مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس. وفي نفس البطولة حقق فريق الأهلي لكرة اليد فوزا على الترجي التونسي بنتيجة 28-21. يعد فوز الأهلي على الترجي هو الرابع في مشواره الإفريقي، حيث فاز على ثلاث فرق من بنين والجزائر والكونغو. تجرى حاليا قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي على ملعب ستانفورد بريدج. يحظى تشيلسي ببداية مذبذبة بالبطولة الأوروبية، حيث يمتلك نقطة واحدة بعد مرور جولتين منها، بينما يعتلي ميلان صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى. نهاية الأخبار الرياضية، عودة مرة أخرى إلى دينا فكري وسحر ناجي. شكرا لك رغدة. نظم مركز تنمية المواهب احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر بمشاركة كورال الأطفال والشباب على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. ويأتي ذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المستمرة طوال الشهر لإحياء هذه الذكرى الغالية بعدد من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها. نعم، أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، هذه الذكرى الغالية على قلوب المصريين والعرب أيضا، التي سطرها أبطال القوات المسلحة بأحرف من نور وسطروها بدمائهم، لتظل هذه الذكرى محفورة في وجدان الشعوب حتى وقتنا هذا. نتابع معكم من داخل دار الأوبرا المصرية الاحتفالات التي تقيمها دار الأوبرا على مدار هذا الشهر احتفالا بهذه الذكرى الغالية. هذه الاحتفالات التي بدأت اليوم بحفل لكورال الأطفال والشباب التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، عدد كبير من الأصوات الشابة وعدد كبير من الأطفال سيقدمون باقة من الأغاني الوطنية مثل مصر التي في خاطري، أحلف بسماها، بسم الله. هذه الأغاني الوطنية التراثية التي ستقدم اليوم على المسرح المكشوف احتفالا بهذه الذكرى الغالية. هنا في المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية أجواء من الفرحة وأجواء من الفخر والاعتزاز والنصر بهذه الذكرى الغالية. الجمهور هنا يشارك الأطفال ويشارك الشباب في الاحتفال بهذه الذكرى بقيادة الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. أيضا عندما تحدثنا مع الجمهور المشارك في هذه الاحتفالية أكدوا على يعني فخرهم واعتزازهم بهذه الذكرى، وأنه من الجميل أن يعني يحيي هذا الحفل هذا الجيل من النشء من الأطفال والشباب الذين يعبرون عن فخرهم واعتزازهم ويتدارسون عبر التاريخ هذه الملحمة الوطنية التي سطرها الجيش المصري. أجواء أيضا هذه الاحتفالية سيكون خلالها عرض يعني فيلم عن يوثق طبعا بطولات حرب أكتوبر، وسيكون أيضا خلال الاحتفالية فيديو لإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي هي ليلة فنية مليئة بأجواء الفرحة والفخر والنصر. على رأس هذه الأجواء هؤلاء الأطفال الذين يقدمون باقة من أجمل الأغاني التراثية والأغاني الوطنية. دار الأوبرا المصرية ستستمر طوال هذا الشهر في تقديم كل الاحتفالات على مسارحها المختلفة، سواء نتحدث في دار الأوبرا المصرية في القاهرة أو عبر مسارحها في دمنهور وفي محافظة الإسكندرية. وكما تحدث إلينا أيضا الفنان عبد الوهاب السيد أنه سيكون هناك عدد كبير من الاحتفالات الفنية الخاصة بذكرى انتصارات أكتوبر في جميع المحافظات المصرية لاحتفالا واحتفاء وفخرا بهذه الذكرى الغالية. هذه هي الصورة من داخل دار الأوبرا المصرية ومن داخل المسرح المكشوف، نقلناها لكم على الهواء مباشرة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى.
والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. مرة أخرى رغدة أبو ليل. شكرا لكم دينا وسحر. والآن فمع أحوال الطقس. تتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الخميس طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ بالقاهرة 30-21، الطقس حار، الإسكندرية 28-22، الطقس هناك مائل للحرارة. مطروح 27-21، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 31-21، ننتقل إلى السويس 32-22، العريش 29-22، طابة 32-24، شرم الشيخ 37-26، الغردقة 35-25. بالنسبة للأقصر 39-23، أسوان 41-25، الوادي الجديد 35-23، شلاتين 38-25، أخيرا حلايب 32-26. والآن مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية. والآن فمع أبرز لقطة في هذا اليوم.
ومن لقطة اليوم إلى التذكير بأبرز العناوين في هذه النشرة. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف ويؤكد أن الدولة تمضي في طريق التنمية بالبناء والإنتاج. مدبولي يؤكد أن الحكومة تستهدف دعوة 21 جهة محلية ودولية للمؤتمر الاقتصادي بمشاركة الخبراء بكل التوجهات والأحزاب السياسية. بوتين يصدر مرسوما يستحوذ بموجبه على محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا دينا؟ ازيك يا صحر؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. 6 اكتوبر ومولد النبي، الاثنين مع بعض طيب ماشيين بالتوازي، حاجة بإذن الله. ربنا يا رب يجعل السنة الجديدة اللي جاية علينا بإذن الله خير وافضل من اللي قبل كده، وتهدى الحرب بس كفاية كده. اشكركم جدا واستأذنكم نبدأ فقرتنا.